أحمد العودي وأسرته المكونة من 10 أفراد يعيشون تحت رحمة البرد والفقر، يفترشون سقيع البرد ويلتحفون بسقف يرون من خلاله السماء. تفاصيل أكثر حول معاناة هذه الأسرة في التقرير التالي. انحنينا من فتحة بيته التي لا يوجد فيها حتى باب للدخول إليه، غرفة صغيرة تحكي نوبات مرضه التي تأتيه وصراخ أطفاله من البرد والجوع والمرض. عندي 5 أطفال، 2 منهم أمراض، أحد مصاب بالقلب، واحد مصاب بالغضاريف في المعدة، في المعقل، في الأمعاء. كل سنة اشتري يعني عملية له بالليزر، وابني الثاني العلاجات لمدة 35 سنة. أنا عندي القلب العلاج ما يكفينيش، والغرفة عملت إلا غرفة من بيت مكسر، المطر ينزل والبرد يدخل من كل جانب. أنا عندي صمامة القلب، عندي ترهل في القلب، عضلة القلب تعبانة، يعني أتعب زيادة، المشي ما أقدرش أمشي. أطفال بعمر الورد، خط المرض خطوطه الشاحبة على وجوههم الصغيرة، تجمعوا لرؤيتنا حين علموا بزيارة عدستنا لهم، آملين بأن يروا أنفسهم في يوم ما أفضل حالة. منتصر، الطفل ذو 10 أعوام، والذي جثم المرض على قلبه الصغير، فجعله لا يستطيع حتى التكلم بشكل واضح، واللعب كبقية الأطفال. ربا، هي الأخرى تعاني من الصرع، الذي حرمها في أوقات الليل راحتها، لتختلف أحلامها عن سائر الناس، فهي تحلم بعلاج تتخلص فيه من نوبات الصرع. كذلك أخته أروى، والتي لم تجد ملجأ لها ولطفليها سوى منزل أخيها أحمد، والذي رغم صغره وبرودته اتسع أيضا لها. حالتنا والله أنها صعبة، أنتم شايفين أخي عماد ذو شايف، أخي تعبان في 3 حاجات، مريض في القلب وبو عضلات قلبه وجعله، ما يقدرش يمشي ولا يقدر يحرك. أخي مريض تعبان، أشتي من أهل الخير إنهم يشوفونا ويحصلونا ويشوفوا أخي مريض، ما بش معاش لا معاش ولا يقدر يستطيع يشقي ولا حاجة. أرجو أهل الخير إنه يفعل الأخي أي حاجة، أي باب، إحنا جالسين عندك اللي إحنا مرض. معاناة أسرة أحمد وغيرها من الأسر لفتت انتباه مجموعة من شباب الحي لحالهم، فأرادوا إيصال معاناتهم عبرنا لأصحاب الضمائر الحية. صدق حالته مأساوية جدا جدا، حتى أنه ما المطر لما بيجي لبيته بينزل لا فيه وبينتظروا لليوم الثاني للشمس علشان يدفوا أنفسهم وأطفالهم ويدفوا البطانيات ولا فرش. حتى البطانيات ما عندهم، مش بطانيات زي الحاجة، والله أنه حالتهم صدق يعني تقطع القلب. ودعنا أسرة أحمد العودي، وعيونهم تتمنى من أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة أن يجودوا لهم بما يدفئ أجسادهم ويسكن آلامهم. منطقة بيت عدران بمديرية معين يعيش أبناؤها في أوضاع صعبة تختلف عن بقية أمانة العاصمة، رغم وقوعها في نطاق صناعي، إلا أن أبسط مقومات التنمية معدومة. لا تجتمع مقومات النهضة والمعاناة إلا في بيت عذران المطلة على أمانة العاصمة والواقعة ضمن نطاق مديرية معين. هنا مشاريع التنمية تحاكي واقعا مغايرا للإمكانيات، حيث تفتقر إلى أبسط المشاريع التنموية في ظل وجود أكثر من 20 مصنعا وشركة عملاقة. المنطقة يعني هي تعتبر منطقة غنية بمواردها للدولة، لكن فقيرة بمصالحها، مصالح ما بيجي مصالح. معنا 26 شركة ومصنع داخل المنطقة، إيراداتها بتعيد الدولة، ما بيش يعني قيل يسجيل غير أهله، يعني موارد المنطقة تسير لمناطق ثانية، وإحنا ولا معنا أي مصلحة. المعاناة تبدأ من التعليم، حيث بنيت هذه المدرسة على نفقة الأهالي وتفتقد لأبسط التجهيزات، رغم اكتظاظها بطلاب المرحلة الأساسية فقط، ومن تجاوزها يتجرع مرارة الترحال إلى منطقة صباحة لتلقي العلم. المدرسة تفتقر إلى المقومات الأساسية، من فصول، من مقعد، من مبنى مدرسي كامل. المدرسة يوجد فيها 1150 طالب، ولا يوجد فيها سوى 9 فصول دراسية تشتغل على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، وهي تفتقر إلى المقومات الأساسية كاملة. حتى دورة المياه لا توجد داخل المدرسة، والمدرسة
تشتغل على الفئتين للطالبات وللطلاب. المدرسة مسيبة، ما بيش معنا الكراسي، ما بيش معها أي حاجة، مضيعة ولها مردود كثير من مصانع من كل شيء، وابش اهتمام على المدرسة هذا، ولا فيها كراسي لا فيها مجالس للجهل بيقروا، بين البرد هذا وبين التعب هذا ما بيش اهتمام عليها. احنا ما بش عندنا مدرسة بني بكر من الصبح ونسير للصباحة. كم لنا المسافة كبيرة؟ المسافة كبيرة لكن بنتعب من هنا لهناك. طيب ايش شو؟ احنا نشتي يعتمدوا لنا مدرسة يفعلوا في بيت عذرا مدرسة. هذا المدرسة نازلة، بالنسبة للمدرسة أنا نزلتها وعتنزل، وقد نزلت في المناقصة، وإن شاء الله أني في 2014 تبتني 12 فصل معامل حقاتها. هذا بالنسبة للمدرسة. المياه ما عشان، لأنه حتى يحددوا أين حدود مديرية معين أو أين حدود أمانة العاصمة، يحددون حدود أمانة العاصمة، بعدين إحنا ما ندخلش إحنا والناس في إشكالات ولا يعزنوا، لأنه أنت أحياناً تفتح لك يعني باب وأنت غني عنه. للماء قصة أخرى ترويها بركة المياه الآسنة التي يضطر البعض للشرب منها، فيما الطرقات لم يتم شقها بعد رغم الوعود التي يتلقاها الأهالي. بيت عذران منطقة صناعية بامتياز ظلمتها الحدود الجغرافية والتداخل الإداري بين صنعاء والأمانة، لكن الأهم بنظر أهاليها هي وصول الخدمات إليهم. محمود الحميدي، صدى الأسبوع. المواطنون في مديرية عبس بمحافظة حجة من شحة المياه، حيث يعانون من انعدام المياه ولفترات طويلة تصل لأسابيع. الماء أساس الحياة شعار معروف لدى الجميع، لكن ما لا يعرفه الجميع هو أن الماء لا وجود له في مديرية عبس محافظة حجة، حيث يشكو المواطنون من انعدام الماء لفترات طويلة قد تصل إلى أسابيع، في ظل عجز من قبل السلطات المحلية والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي من إيجاد حل للمشكلة. ما بش مقطع لو منك مدة 6 أشهر كذا أو زيادة أو سنتين كذا. فشها مرتين أو أقل مرة. أنا مرتين شغل الماء القرية، والقرية ثمان شغل لها. من أين تدو الماء؟ من العبر الحمير والوايتات والوايتات 2000 ريال وزيادة. الجميع يستخدم هكذا؟ كل القرية كلها كذا يشتكون منه. المواطن هنا يتحمل أعباء مالية تتمثل بشراء المياه بشكل متواصل عبر الوايت وبأسعار باهظة. أنا استلمت المؤسسة في شهر 7 2012، تمام، وهي واقفة عن الخدمة خالص تماماً واقفة عن الخدمة. كان في ضغوط من نائب المحافظ من مدير المديرية على أني أستلم الفرع، ما رضيتوش، ضغطوا علي ضغوط إلا يعني كأنقاض استلم الفرع، وإحنا مستعدين ندعمك ومستعدين نفعل معك ونصنع ودي، تمام ولا لا؟ وتنصلوا عند الكلام كله، تمام. أول ما دعمنا السلطة المحلية، لا، أول ما دعمنا من السلطة المحلية، أول ما استلمت الأعمال كان في دعم ب 12 مليون تمام. 12 مليون تي كان كلها كعملية صيانة للمولدات، تمام ولا لا؟ والطبالين حق المضخات، تمام، تي كلها راحت في صيانة. وبدأنا التشغيل، واجهنا مشاكل عديدة. أولا عدم الإدارة الإيرادات، عدم الإيرادات من المشاكل اللي حصلنا والثوره وثوره بداركنا. كان الناس يعني فقدوا ثقتهم بالمؤسسة، يعني ما يوردوش باستمرار، يلا متابعة وجهد جهيد، وما نحصلش حتى على 70% أو 60% من الإيراد من المبيعات حقنا، تمام. كذلك احنا نعاني برضو الانقطاعات. الحل لها أولا دعم، لازم يكون دعم مركزي، تمام ولا لا؟ توفر الديزل، لانه احنا نعاني الان، احنا الان لنا واقفين يمكن حوالي اكثر من 20 يوم 25 يوم بسبب الديزل والعزم اللي حصل للديزل. ما فيش ديزل، احنا معانا مخصص من الشركه لكن ما عندناش الامكانيات، ما عندناش سيوله اننا نسحب المخصص حقنا من شركه النفط. ايا تكن اسباب انقطاع المياه، فالمواطن هنا لا يريد تبريرات بقدر حاجته للمياه. مديرية عبس تشكو وتئن من جحود الجهات المختصة لتلبية مطالب معيشية ملحة، وترجو أن يصل صوتها هذه المرة إلى وزراء حكومة الوفاق الوطني وتوفير احتياجاتها من الخدمات الأساسية لاستمرار الحياة في المنطقة. مختار الرحبي، لبرنامج صدى الأسبوع. رقية طفلة قدمت إلى صنعاء مع والدها من عدن بحثا عن علاج لمرض السرطان الذي أكل وجهها، لكن تكاليف العملية والعلاج حالت دون ذلك، وهي مناشدة نقدمها لأصحاب الأيادي البيضاء لإنقاذ رقية. مسافات طوال ورحلات شاقة عديدة
قد طاها هذا الرجل القادم من عدن مع طفلته رقية بحثا عن العلاج لورم أثقل وجه رقية، ولد معها وكبر والخطر ينمو ويتمكن. بنتي خلقت من هكذا من بطنها، احنا ما انتبهنا لهاش الا بعد اعتقد اني فترة شافناها جيران، احنا حرمة جيران احنا هي كشفناها، احنا حتى ما كشفناش حرمة جارتنا جزاها الله خير، يعني هي شافناها وقال المال الجنب الايمن زايد، قلنا والله ما ادري احنا ما افتهمنا الناس، قال يبان زايد أنا مش طبيعي زي ما اخوه الشمالي. هو يحتاج مساعده، وبنته تحتاج الى علاج والى عمليه والى يعني مسار، يعني الى مسار الى يد العون. ذهن رقية الصغير لم يتحمل المآسي النفسيه الكبيره التي خلفها هذا الورم، تبكي عندما يسخر منها بعض اقرانها في المدرسه، وتدمع عين الأب عندما يقف عاجزا أمام هذا المشهد. شايف أولاد تقول هذه مخزنة، هذه ما حجرة. إيش أتعلم ما أشوف عندك كيف ظهري؟ والله مش أنا أكذب، أنا مطعون ما بديش حاجة والله، على الله سبحانه اللي يكتب بها الله لها بيكون. والله هبكي من قلبي والله، محكم والله مقهور والله لبنتي والله، ولكن ما بدي. الأطباء يوصون بضرورة إجراء الأشعات والفحوصات لتحديد نوعية الورم، وأن للعلاج مراحل طويلة تعقبها عملية، لكن ظروف الأب أضعف من قيمة فاتورة معاينة. نحن نرسلنا لها فحص يعني اللي هو أنجيوغرافي، يعني أشعة بالصبغة للأوردة منشان نشوف إذا كان هو فعلا حسب الكلينيكال اللي شفناها نشك إنه يكون هكذا، يعني ورم يكون، ممكن يكون ورم وريدي، وكونه خلقي يعني هو برضه يوضح إنه فعلا يكون وريدي. في هذه الحالة نحتاج إلى هذه الأشعة، بعد هذا الشيء ممكن نستطيع أن نحدد تشخيص معين ونبدأ بالعلاج إن شاء الله. يا رقية، ستبتسمين يوما بملء فمك، وستعل الفرحة تقاطيع وجهك، فالسباقون للجنة كثيرون، وربما أنت إحدى طرقها. إبراهيم الشرابي، صدى الأسبوع. رغم التطور الذي شهدته العمارة، يظل الياجور الأحمر سلعة رائجة في المعمار اليمني، وصلة وصل بين التاريخ الحضاري والمستقبل. أسرار وتفاصيل هذه الحرفة في التقرير. الطوب الأحمر، الجمال الذي ترتديه بيوت اليمن وقصوره التاريخية، والحجر الترابي المحروق البسيط في مكوناته والشاق في تجهيزه. سر صناعته عجيبة بعض الشيء لاعتمادها بالدرجة الرئيسية على مخلفات الحيوانات التي تجلب من عدة محافظات وخلطها بالتراب كمرحلة أولى. احنا نجيب الثار الروث هذا من الحديدة، يجي ويستقبها هنا عبر الدينات، ومن ثم التراب من جدر، ثم يسكبوا أول شيء يملوا الغرقة تيقة، هذا الذي نسميه احنا التيقة، وبعدها التراب، ثم يخللها بعد الغداء وقام يعني يمخضها ويذريها، يعني سير رجعه رده لو ما تصبح قلبه. المرحلة الثانية، جعل الخليط الصيني اللبن في أشكال مستطيلة مرتصة بعناية تحت أشعة الشمس لبضعة أيام. دي سهلة، يعني سهلة يفعلها أي واحد هذا الحاجة. من ماذا تكون اللبن؟ هذا من تراب وديخة، يعني ديخة أبقار، ويختلط ويتخمر، واليوم الثاني يعني يجهزوه ويلتبن هنا في محله هذا، ويرتفع هكذا يشقر سعم هذا اللبن، ونرفع على الظهر السريف هذا، ثم ندخلها المحرق، يعني نتوجه لحرقه. حرق الياجور آخر مراحل الصناعة، يتم ذلك في أفران كبيرة ينعم فيها الطوب بنار حارقة لمدة أسبوعين، ثم يصبح جاهزا. يزوع من المرصات إلى داخل المحرق، ويقوم بتغطية المحرق بالنار جس يوم كامل، وبعد ما يلصى المحرق يتلاصى بين هالبين، في يعني يقعد نص شهر حتى ينضج يقع ياجور.
من هناك يزعوا إلى المرس الثاني.